اهلا بكم احبتي المشاهدين مره اخرى في الجوله الثانيه والسؤال الثاني مع الاخ احمد من الفلوجي. اهلا وسهلا. والاخت تبارك المهندسين. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شلون استاذ احمد؟ الحمد لله بخير. شلون صحتك؟ الحمد لله. شنو هالبكله الحلوه هاي؟ عيونك الحلوه ما شنو؟ عيونك الحلوه. اي ادري عيونك حلوه ماشي، انا اعرف عيونك حلوه. اه بس هاي البكله شنو هالحلوه هاي؟ شلون نسويها؟ بالبيت. انت مسويها؟ يعني بس مرات انا اسوي دوامي بالبيت واطلع الدوام، مرات لا بالصاله، بس هذا اليوم كانت صاله. حلو، زين، احكي لي شوي عن نفسك وعملك وهواياتك. ان شاء الله. انا احمد خليفه مطلب. أحمد؟ من الانبار. احمد خليفه مطلب من الانبار، مهندس زراعي. والنعم. على راسي انت، نعم منك، وغير متعين يعني مو موظف. ما متعين. ما متعين، اشتغل بالجامعه الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله، قول الحمد لله. الحمد لله. ان شاء الله مستقبل العيون. ان شاء الله. اهلا وسهلا بك بالفلوجه وتحيه للفلوجه. مرحبا. اهلا وسهلا. شلون ست تبارك؟ اهلا بك. احكي لي شويه عن نفسك بهدوء، خلينا نسمع اسمك واسمك يعني اسمك الكامل، عملك وهواياتك. اوكي. تبارك خالد فريح من بغداد. تبارك الله. 27 سنه. تبارك الله تبارك الله. اي مهندسه بشركه سيارات. ممتاز. شركه سيارات؟ نعم. شركه خاصه لو شركه لا أكلية. خاصه. شركه خاصه ممتاز. يس. يعني تشتغلين ده يعني بالسيارات نفسها؟ لا لا لا، بالاداره. نعم بالامور الاداريه. بالضبط. انا مسؤوله حسابات. مسؤوله حسابات مبين. ويوم جاي تجمعيها. ماشي. اذا بالموفقيه. ونسال السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول طبعا هذا السؤال سالنا 100 رجل متزوج، يعني ضمن الاستبيان سالنا 100 رجل متزوج، ايد ورا الظهر ايد على الطاوله. والسؤال يقول كم مرة في اليوم تتصل بك زوجتك؟ أنا أخوك، شيلي إيدك، أنت الضوء هنا، يمك أحمد، كم مرة في اليوم تتصل بك زوجتك؟ كم عدل نقول؟ 5 مرات أو 3 مرات؟ ما لا. لا قل لي. 3 مرات. 3 مرات؟ 3. 3 مرات يقول أحمد باليوم تتصل بي الزوجة. 3 مرات. موجود. بس مو عالية، هذا احتمال يعني جاء الرابع وأخذ مو احتمال قوي. خلي نشوف الأخت تبارك. هذا السؤال ترى 100 رجل متزوج سألناه وعرفنا أنه كم مرة في اليوم تتصل بك زوجتك. شو تقولين؟ 6 مرات. 6؟ هي تشاقة لو تعرفين يعني. يعني تقريبا يعني عن حالتي. خلينا نشوف. خلينا نشوف. 6 مرات. مش موجود. ها شنو؟ احنا معتمدين على اراء الرجال المتزوجين 100. اذا تفضلي ست تبارك وتفضل استاذ احمد ام الفلوجه، ام الفلوجه البطله اللي عرفت هذا السؤال. ونجي على الينا. الينا. نعم. انت شو تقولين؟ كم مره الزوجه تتصل بزوجها باليوم؟ مرتين. نعم. خلينا نشوف. مرتين. موجود.